السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الهريسة بطريقة جد بسيطة، وكذلك الخضر المحللة اللي منها البربة والكرنب. غادي نبداو ان شاء الله بهاد الهريسة هذه. غادي نحتاج هاد الفلفلة، هاد الفلفلة كارمة كناخدوها هكا عند العطار، كتكون مجففة، تنغسلوها من ديك الغبرة اللي فيها وتنقطروها. غادي نديرها في الخلاط، غادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال الملح وواحد 3 ولا 4 الفصوص ديال الثوم، وهنا غادي نضيف واحد القطعه ديال الحامض مصير اللي كيعطيها واحد النكهه اللي هي زوينه. الا كان عندكم حتى القزبر حبوب كيف يمكن لكم تضيفوه. صافي، هنا غادي ندير تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون حتى الكاس على حسب الكميه اللي عندنا ديال الفلفله. هكذا كتكون الهريسه ديالنا واجده. غادي نديرها في هاد القريعات الصغار المعقمين، وغادي نحتفظوا بها غير في الثلاجه. طريقه جد بسيطه وسهله. كنت فايت ليا حضرت معكم نوع اخر ديال الهريسه اللي فيه الفلفله الحلوه والفلفله الحاره. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي بغات ترجع تشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. تنحاولوا نديروا كميه اللي هي بسيطه باش تستهلك وما تخسرش. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا لي شو او الكرومب بالطريقه ديال التخمير. كلنا كنعرفوا فوائد ديال الخضر المخمره وماشي المخلله، لان كاين الخضر المصبره، الخضر المخلله، وكذلك الخضر المخمره. هنا غادي ناخذوا، بالنسبه لي انا خديت غير نص كره ديال لي شو. تنحيد لها دوك الوريقات اللي على برا، ومن بعد تنقطعها على شكل طولي هكا خويطات. من بعد ما كنغسلوها كنديروها تقطر. وهنا غادي نضيف ليها واحد الملعقه ديال الملح، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تطلق كاع داك الماء ديالها، وغادي تقلص الحجم ديالها، لان حنا حاجتنا بهذاك الماء اللي غادي تطلق ديك الخضره، ما غاديش نحتاجو اننا نديرو الماء كما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه. قلت لكم انا غادي ندير معكم الخضار اللي غادي تقعد غير في الماء ديالها. كما كتشوفوا هنا من بعد ما طلق لي الماء الخاص ديال الكرنب، صافي هنا غادي ناخذ واحد القريعات. بطبيعه الحال بلا ما نبقى نعاود لكم ان هاد القريعات راه مغسولين بالخل ومعقمين. تنبدا نعمر القريعات ديالي وانا كنضغط، وهذاك الماء ديال لي شو راه كيطلع لفوق. تناخدو هكا واحد الكاس وتنبداو نضغطو حتى كيطلع داك الماء الفوق ديال لي شو. هنا غادي نكهها غير واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اللي حضرت معاكم. ان الهريسه راه فيها الثومه وفيها الزيت. صافي، انا كيكون لي شو ديالنا واجد. كما كتشوفوا واحدنا كنضغطوا والماء كيطلع. حسب واحد الاخت اللي كانت حطات ليا في التعاليق قالت ليا ورينا الطريقه كيفاش نستهلكوا هذا الخضر. هذه هاد الخضر كتحط على شكل مقبلات، او تنديروها في السلطه او في الرز او في القمح. ملي كنسلقوا مثلا الرز او القمح او اي حاجه عندنا ديال الحبوب، او كنديروا سلطه بحال دابا فيها العدس فيها يعني الخضر، كنزيدوا هاد الخضر المخمره. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا النوع الثاني اللي هو البربه، لان باش نحافظوا على البربه كنعرفوا الا سلقناها راه كتمشي منها بزاف ديال المنافع. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال البربه غادي نحكها، وكنعرفوا ان البربه حتى كتطلق الماء ديالها ما غاديش نحتاجو اننا نضيفو ليها الماء. غادي لها واحد الملعقه صغيره ديال الملح،
صافي وغادي نخلطها. وغادي نعمر كذلك القريعات ديالي. انا سنعمر وانا سنضغط باش ما كنخليوش هذوك الفراغات لتحت ومنها هذاك الماء ديال البربه كيطلق. هنا يعني كما كتشوفوا راني كنضغط على البربه، وانتم كتشوفوا كميه ديال السوائل اللي كتطلق منها، خاصها ضروري انها كلها تغطى. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي ننكهو هاد البربه هادي. هنا اختاريت انني ننكها بالورق ديال سيدنا موسى ورق الغار، وغادي نضيف واحد القليل ديال الحبوب ديال الكزبره او القزبره يابس. صافي وغادي نغطي عليها بزيت الزيتون. صافي هنا وكنحتفظ بها في واحد المكان اللي هو في شي بلاكار حتى كتمر تقريبا واحد اسبوع ولا 10 ايام وكنبداو نستعملوها. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في هذه لا فيديو. هذه كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه والى فيديو قادم بحول الله.